السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. بصراحة مش عارفة أقولي خالص غير إن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا معاك يا أم آية، وربنا يفك كربك، وربنا يفرج همك يا رب. ربنا معاكي، وربنا يتلطف بيكي وبنتك، وربنا يصلح حالك ويروق بالك يا عمري. اللهم آمين يا رب العالمين، أنت وكل المسلمين يا رب. اللهم آمين. لو سمحتوا يا جماعة، الناس اللي كانت كتبت ليا في التعليقات انهم ممكن يقدروا يساعدوا ام آية، تقريبا حبيبتي بنتي مريم مداح تقريبا قاعدة في فرنسا، وكانت بتسأل عن مكان ام آية، فانا طبعا ما كنتش اعرف عنها اي معلومات، ودلوقتي الحمد لله يعني كاتبة رقم الحساب بتاعها، فلو حد يقدر يساعدها ويقف جنبها له الاجر والثواب ان شاء الله رب العالمين. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله. أنا أم آية اللي درت نداء مقبل باه يرجعوا لي بنتي. نشكر أولا قناة مطبخ وتدابير آية اللي عاونتني بزاف، ونشكركم كاملين اللي اتصلتوا بيا، اللي دعالي، اللي مورالي محامين، كل واحد مدلي معلومة. ربي يجازيكم إن شاء الله كل خير. المهم أنا رحت للقنصلية وقالوا لي ما نقدروا نديروا لك والو، باسكو راكي مع القضاء الفرنسي، ودرنا دوز افوكا بصح بدون نتيجه. وزدنا نهار الخميس، كنا في 2 جونفي، محامي واحد اخر قالنا طول حكايتكم شويه، ما نقولكم 6 شهور، عام، عامين، ليسونسيال حكايتكم تطول. المهم قال لنا لازمكم الدار تكون مليحه وكبيره، كما تعرفوا انا عندي غير تي ان، معناتها شومبرا وكوزينه، وحنا لازمنا تي طرو ولا تي كات. هذو هما القوانين تاع فرنسا، لازم يكون عندك ذراري كل واحد شمبرتو، الاولاد شمبرتهم وحدهم والبنات شمبرتهم وحدهم. وانا يا ما عنديش يا خاوتي باه نرحل، ما عنديش باه نعاود نكري، ما خلاونا دوك دي زافوكا والو، كوني ما عندكش لي زافوكا، الواحد يدبر راسو، بصح ما خلاونا والو والو، ما عرفنا نخلصوا المحامين ولا نكرو سكنه. قالنا هكا ما يدوليش وليدي الاخر، وكما تعرفوا رانا هنايا بلا بلا، رانا سون بابي، رانا سون بابي، ولي زافوكا درنا 3 ما خلاونا والو، وكرا غالي بزاف بزاف علينا، ما قدرنا نخلصوهم من المحامين ولا نكرو سكنة كبيرة ولا ما عرفناش كاش ندير. ديروني اختكم، ديروني بنتكم، ديروني واحدة من فاميلتكم، مصر على عراقي معاك، عاونوني غير نكري سكنة شوية نكبرها، غير رجع ولادي. هذا ما كان يا خوتي، انا مانيش نطلب لا بان ندير عاد لا بان ندير، غير برجع ولادي يا خوتي. هذا ما كان يا خوتي، غكرهم يهدو فيا ما يدولي وليدي يزاوج، اللي بغا يعاوني في سبيل الله ما يدوليش وليدي يا خوتي. انا ديجا الاولى كي داوها لي مرضتني، ولا داو لي هذا وليدي نابل، والله اقسم بالله نابل. المهم يا خاوتي، اللي يقدر يعاونني ماديا دوكا، راني لازم لي نكري سكنه وما قدرتش. لا تقدروا تعاونوني با نكري سكنه باه نرجع بنتي ونشد وليدي عندي، عاونوني اللي تقدروا عليها. جزاكم الله كل خير.